السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة اقتصادية جديدة على أهم التوقعات للقطاعات خلال الأيام المقبلة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية وتوقعاتها على التأثيرات المصاحبة لفوز أحد المرشحين. تشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة عالية بين المرشح الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث تشغل القضايا الاقتصادية اهتمامات الناخبين، كما أن تفضيل الأسواق لهاريس أو ترامب يعتمد على عدة عوامل تتعلق بسياساتهم الاقتصادية والتوجهات المتوقعة حال فوز أي منهم. ويظل تأثير الانتخابات الرئاسية على الأسواق ملفا حيويا يتطلب متابعة دقيقة، ففوز أي من المرشحين سيؤثر بشكل كبير في تحديد مستقبل الأسواق. شهدت المؤشرات الأمريكية أسبوعا صعبا لتنهي تداولات شهر أكتوبر الماضي على خسائر متتالية، ولكن ما إن تم إعلان الشركات الأمريكية عن نتائج أرباحها الفصلية للربع الثالث من هذا العام حتى ارتدت المؤشرات الثلاث إلى اللون الأخضر لتبدأ شهر نوفمبر بداية إيجابية. إليكم التفاصيل. بعد أسبوع مليء بالتقلبات، أغلقت المؤشرات الأمريكية باللون الأخضر في الأول من نوفمبر. وبالرغم من تقرير الوظائف المخيب للأمل، إلا أن الشركات الأمريكية ونتائجها الإيجابية قادت المؤشرات الأمريكية إلى تحقيق مكاسب قياسية، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً ب 288 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندر أند بورز 500 ب 500 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب ب 144 نقطة. وتأتي هذه البداية القوية لشهر نوفمبر بعد شهر أكتوبر الصعب بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، وسجل مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً تراجعاً بنسبة 1.3% في شهر أكتوبر الماضي، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 15%. وعلى أساس قياس المؤشرات الأمريكية في أعوام الانتخابات الأمريكية، فقد شهد مؤشر ستاندر أند بورز 500 ارتفاعاً قوياً بشكل غير عادي حتى الآن في عام الانتخابات الرئاسية، وارتفع المؤشر العام بنسبة 19% بين بداية العام الجاري ونهاية شهر التداول في أكتوبر، وهذا هو المكسب الأقوى للأشهر العشر الأولى من عام الانتخابات الرئاسية الذي يعود إلى عام 1936، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 7% في متوسط عام الانتخابات الرئاسية الذي يعود إلى عام 1952. وبشكل عام، السنوات التي يصوت فيها الأمريكيون لاختيار الرئيس عادة ما تكون إيجابية بالنسبة للأسهم الأمريكية، وتتجه أنظار المستثمرين إلى أيام مصيرية تجمع بين الانتخابات الأمريكية وآخر اجتماع لمجلس الاحتياط الفيدرالي لهذا العام المصيري للاقتصاد الأمريكي بشكل خاص وللاقتصاد العالمي بشكل عام. الآن والمؤشرات الأمريكية نبدأها مع داو جونز، حيث أغلق داو جونز 42,052 نقطة منخفضا بواقع نصف النقطة المئوية خلال الأسبوع. التراجع كان بسبب قلق المستثمرين من نتائج الأرباح وبيانات الوظائف الضعيفة، مما زاد من المخاوف حول وضع الاقتصاد وإمكانية قرارات جديدة من البنك المركزي الأمريكي. وبالنسبة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500، فهو
منخفض بواقع نقطة وثمانية أعشار ومستقر عند مستوى 5728 نقطة. تأثر المؤشر بتقلبات أسهم التكنولوجيا ونتائج الشركات المتباينة، حيث زادت المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. والآن مع مؤشر ناسداك حيث انخفض بواقع نقطتين أو 0.2%، واستقر عند مستوى 18239 نقطة. أسهم التكنولوجيا تعرضت لضغط شديد نتيجة لأرباح متفاوتة، مما جعل المستثمرين أكثر حذراً. بالرغم من الأداء القوي لبعض الشركات، إلا أن القلق حول وضع الاقتصاد الأمريكي وقرارات الفائدة أثر كثيرا على السوق، مما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية. تفاصيل هذا التقرير باللون الأخضر. هكذا بدأت المؤشرات الأمريكية تداولات شهر نوفمبر الجاري، وقادت أمازون أسهم التكنولوجيا الكبرى الارتفاع، في حين تجاوز المتداولون تأثيرات تقرير الوظائف المخيب للأمل. ارتفع سهم شركة أمازون أكثر من 7%، حيث قادت الأعمال السحابية للشركة إلى زيادة التجارة الإلكترونية وتحقيق أرباح فاقت توقعات أرباح وول ستريت. وقفزت أسهم شركة التكنولوجيا إنتل بنسبة 12% تقريبا بعد تجاوز توقعات المحللين للإيرادات، حيث تحسنت المعنويات في كلا السهمين بعد أسبوع متواضع للمؤشرات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 12,000 وظيفة فقط في شهر أكتوبر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 100,000 وظيفة، ويمثل هذا أضعف مستوى لفرص العمل منذ شهر ديسمبر لعام 2020. مع ذلك، لم يتفاعل المتداولون كثيراً مع أرقام الوظائف، واعتمدوا على بيانات أرباح الشركات الفصلية للربع الثالث من العام الجاري. أما بالنسبة للشركات المتراجعة، لم يكن تقرير أرباح شركة مايكروسوفت كافياً لوقف عمليات بيع كبيرة للسهم، لتنخفض أسهم عملاق التكنولوجيا بنسبة 6% في آخر جلسة تداول لشهر أكتوبر، واتجهت إلى أسوأ يوم لها منذ عامين، وفقدت الشركة بهذا الانخفاض 194 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، لتصل إلى 3 تريليونات دولار، وتستقر في المركز الثالث بين الشركات العامة الأعلى قيمة سوقية على مستوى العالمي بعد شركة أبل وأنفيديا. وتأتي هذه الأرباح الفصلية للشركات الأمريكية وسط ظروف اقتصادية صعبة وتحديات واجهتها الشركات من معدلات فائدة مرتفعة وموجة من التضخم استمرت لفترة طويلة. إضافة إلى ذلك، تباين الرؤى الاقتصادية بين المرشحين في الانتخابات الأمريكية، والتي سيحدد مسار الاقتصاد الأمريكي للسنوات الأربع القادمة في الخامس من الشهر الجاري. وللحديث أكثر عن أداء السوق الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاقتصادي علي العنزي. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك. أستاذ علي، بالرغم من بيانات الوظائف الأمريكية المتواضعة التي جاءت أقل من التوقعات، إلى أن المؤشرات الأمريكية سجلت مكاسب إيجابية في جلسة نهاية الأسبوع، كيف تفسر لنا هذا السلوك؟ بالبداية رحب فيك دكتور كريم أستاذ المشاهدين الكرام. لا شك أن دائما إذا ما أتت البيانات الاقتصادية ضعيفة سوف تكون هناك بيانات الوظائف ضعيفة، سوف تكون هناك توقعات بخفض لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. بالتالي عملية انخفاض الفائدة تأتي في صالح طبعا أرباح الشركات المستقبلية، بما أن تنخفض تكلفة أيضا التمويل للشركات العديدة. بالتالي دائما ما تكون هناك انعكاس سريع لمثل هذه البيانات، ونلاحظ ارتفاع المؤشرات الأمريكية وكذلك ارتفاع أسعار الذهب أيضا، إذا ما كان هناك أيضا احتمالية بخفض أيضا لأسعار الفائدة القادم. نعم. ولكن يبقى لدينا أيضا استحقاق استحقاق الانتخابات الأمريكية لا زال يلوح أيضا بالأفق. نعم.
أستاذ علي، يعني ثمانية هذا ما نود الحديث عنه بشكل أكبر، يعني 48 ساعة تقريبا تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية، كيف ستكون ردة فعل المؤشرات الأمريكية الثلاث في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس؟ في حال فوز جمهوريون أو ترامب، دائما ما يميلون إلى سياسات ضريبية مؤاتية للأعمال، تخفيضات ضريبية للشركات، قيود أقل على اللوائح والتنظيمات. نتذكر عندما كان ترامب أيضا خلال فترة حكمه السابقة قام بكسر أيضا اتفاقية باريس للمناخ، بالتالي هو سوف يعطي دعما كثيرا لقطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة. هذا الشيء أكيد يعزز مؤشرات داو جونز، لأن شركات الطاقة موجودة والصناعات الثقيلة في مؤشر يعني داو جونز. بينما أعتقد أنه يعني يتبنى مواقف قوية أيضا في السياسة الخارجية تؤثر على قطاعات أيضا بالسلب، بينما كمالا هاريس دائما تركز على الطاقة النظيفة، والديمقراطيون يركزون أيضا على الرعاية الصحية، على التعليم، يعني على خفض الضرائب. نعم. يعني لذلك لهم أيضا تأثير على مجموعة من القطاعات، يعني تختلف عن قد يكون قطاعات الصحية والتعليمية و يعني القطاعات أخرى عدا الطاقة. لذلك يعني هناك لكل طرف أيضا تأثير على السوق. أعتقد أن فوز هاريس أو فوز الديمقراطيون سوف يدعم السوق بشكل أكبر، قد يكون نوايا عمليات خفض الفائدة سوف تكون أكبر، بالتالي دعم للمؤشرات أكبر. طيب أستاذ علي، يعني هل نستطيع أن نستشف من كلام حضرتك عن دونالد ترامب أن الأسواق النفطية أو أسهم الشركات النفطية قد تشهد طفرة في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب؟ نعم، هذا ما أقصد التوجه، يعني دائما ترامب يتوجه نحو دعم النفط والغاز، وقد قام بسياسات سابقا تدعم إنتاج النفط والغاز المحلي، تخفيف القيود البيئية والتنظيمية على عمليات الحفر والتنقيب، مما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية لهذه الشركات. كذلك يتراجع عن سياسات الطاقة النظيفة، بالتالي يحد من دعم برامج الطاقة المتجددة الشمسية والرياح. دائما ما يدعم أيضا استقرار السوق النفطي، بالتالي دعم الشركات، ودائما ما يكون بتعاون بالدول المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا. نعم. وكان ذلك سابقا. نعم. إذن المستشار الاقتصادي علي العنزي، كنت معنا لكل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. سجلت المؤشرات الأوروبية خسائر هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، لتختتم شهر أكتوبر بخسائر كبيرة متأثرة بحالة من عدم اليقين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط. خسائر كبيرة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري شهدتها المؤشرات الرئيسية للبورصات الأوروبية مع نهاية الجلسة الختامية لشهر أكتوبر، على الرغم من الأرباح التي حققتها بالجلسة الختامية الجمعة والتي تعافت فيها كافة المؤشرات من الخسائر، لكنها لم تكن كافية لمواصلة الأداء القوي في متوسط الأداء الأسبوعي والبقاء بالمنطقة الخضراء، إذ لا تزال العديد من المؤشرات بالبورصة الفرنسية تشهد ضغوطا اقتصادية وسياسية كبيرة، وهو ما قاد مؤشر كاك إلى التراجع في متوسط الأداء خلال الفصل الأخير ب 6% و 3% خلال شهر أكتوبر و 1.6% في متوسط الأداء الأسبوعي، حتى على الرغم من تعافيه بالجلسة الختامية الجمعة ب 8%. مؤشر ستوكس الأوروبي، وعلى الرغم من إغلاقه على ارتفاع ب 1.1%، أي 5 نقاط أعلى من جرس الافتتاح، شهد تراجعا ب 10 نقاط كاملة في متوسط الأداء الأسبوعي، وهو ما يعادل 1.7%، كما شهد أكبر تراجع شهري منذ بداية العام ب 2%. بالنسبة للمؤشرات الأوروبية، فإن السوق الأوروبية شهد مؤخرا حالة من عدم اليقين والتردد والتباين في النتائج والمؤشرات، خاصة في الأسابيع الأخيرة نتيجة الآثار المترتبة من التضخم
وكذلك ارتفاع أسعار التكاليف وارتفاع الفائدة، كلها تؤثر سلبيا على هذا السوق. من جهة أخرى هو ترقب هذا السوق للنتائج وما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الأمريكية، وما ستحدده أيضا من سياسات مالية مرتقبة قد تؤثر حتما على السوق المالية سواء كانت في أمريكا أو الأسواق المالية في أوروبا. مؤشر داكس الألماني شهد تحسنا بالجلسة الختامية الجمعة وأغلق على ارتفاع ب 177 نقطة مع جرس الإغلاق، لكنه بقي أقل ب 273 نقطة في متوسط الأداء الأسبوعي، أي ما يعادل 1.4% خسائر، لكن مواصلة أسهم التكنولوجيا والبنوك حافظت على أرباح محدودة في متوسط الأداء الشهري لمؤشر داكس الألماني. مؤشر فوتسي ما أغلق على ارتفاع بالجلسة الختامية الجمعة ب 0.8%، لكنه تراجع في متوسط الأداء الأسبوعي بعد أسبوع حافل بسبب الميزانية الجديدة والتي قادت العديد من الأسهم إلى التراجع، كما تراجع الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى له في 1.5 عام، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة 2 عامين بأكثر من 7 نقاط، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية ل10 سنوات بأكثر من 6 نقاط بسبب الميزانية التي شهدت زيادة في الضرائب بشكل غير متوقع والاتجاه نحو الاقتراض لسد العجز في الموازنة. الأسواق تتحرك بشكل يومي متأثرة بالعديد من الأخبار، لكن الأهم بالنسبة لي في الميزانية العامة هو أحداث التوازن المالي بين الإنفاق العام والدخل، وما قمنا به هو الصواب، حيث أكد كل من صندوق النقد الدولي ومكتب مسؤوليها على أن التحسن والاستقرار والنمو وأن الاقتصاد يكون الأفضل خلال 3 سنوات، أي قبل 2 عامين من التوقعات. تتجه أنظار العديد من المراقبين إلى نتائج الانتخابات الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت المؤشرات الرئيسية للبورصات الأوروبية ستواصل أدائها القوي، أم أن الخلافات بين القادة الأوروبيين والمرشح دونالد ترامب ستزيد من حالة الغموض وعدم الاستقرار المالي. جمال شاهين، برنامج للأرقام لغة، قناة الأخبار، لندن. الآن والمؤشرات الأوروبية نبدأها مع داكس الألماني الذي انخفض بنسبة 1.4% واستقر عند مستوى 19254 نقطة، هذا بالنسبة لمؤشر الداكس خلال الأسبوع الماضي. هذا الانخفاض بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع الانتاج الصناعي في ألمانيا مما قد يؤثر سلبا على اقتصادها. وبالنسبة لمؤشر ستوكس 50 البريطاني فهو مستقر عند مستوى 4877 نقطة منخفضا بواقع 1.7%. خلال الأيام الخمس الماضية شهدت المؤشر تراجع في عدة قطاعات خاصة قطاع التكنولوجيا بسبب قلق المستثمرين من نتائج الشركات والاقتصاد. وبالنسبة لمؤشر فوتسي 100 البريطاني مستقر عند مستوى 8177 نقطة منخفضا بواقع 0.8%. واجه المؤشر ضغوطا بسبب بيانات الاقتصاد المتضاربة خصوصا في القطاعات المالية والطاقة. وبالنسبة لمؤشر كاك 40 الفرنسي مستقر عند مستوى 7409 نقاط منخفضا بواقع 1.7% خلال الأسبوع. السوق الفرنسية تأثرت بتوقعات حذرة في الصناعة والتكنولوجيا رغم بعض النتائج للأرباح الإيجابية. بشكل عام يعكس هذا الأداء حذر المستثمرين بسبب البيانات الاقتصادية الأخيرة كمعدلات التضخم وتقرير الوظائف التي تلعب دورا هاما في تحديد حركة الأسواق الأوروبية. إذن معنا الآن من العاصمة البريطانية لندن مراسل قناة الأخبار جمال شاهين، أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. بداية يعني شهدنا ارتفاع معظم المؤشرات الأوروبية بعد 3 جلسات سلبية، هل سيستمر هذا الأداء الإيجابي للشركات الأوروبية في شهر نوفمبر الجاري؟ ماذا تعتقد؟ مساء الخير عليكم جماعة. لا يمكن أن نجاب على هذا السؤال إلا بعد 5 نوفمبر، إذا كنا صنارى ذخما أم أن سياسة ترامب وفرض
سياسة الحماية أو فرض ضرائب تقترب من 10% على الشركات الأوروبية ستؤثر بشكل كبير على الأداء. أعتقد أن جلسة الاثنين ستكون حذرة لا يمكن التنبؤ بها. هناك إذا لاحظنا جلسة الجمعة، نعم كانت هناك تحسن كبير في المؤشرات، لكن جلسة منتصف النهار كانت هناك أرقام إيجابية للغاية وكان هناك ارتفاع، لكن مع بعض الترشيحات التي قد تميل إلى المرشح دونالد ترامب لاحظنا بعض التراجع، حتى وإن بقيت في المنطقة الخضراء وحققت أرباح كبيرة خصوصا في بورصة لندن وكذلك المؤشر الأوروبي وكذلك المؤشر ستوكس ومؤشر تاك الفرنسي. لكن أي سنلاحظ الجلسات على مدار اليوم سنلاحظ أنه بدءا من الساعة 12 أي قبل ساعة من الوقت كان هناك نوع من التراجع بسبب المخاوف من تحسن فرص المرشح الرئاسي دونالد ترامب. فبالتالي لا يمكن الإجابة على هذا السؤال. أعتقد أن جلسة الاثنين ستكون حذرة إلى حد ما، ربما نرى بعض التراجع لحين عندما نرى النتائج أو تبدأ الانتخابات الأمريكية، لأن الجلستين الأولى والثانية الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم ربما يصعب التنبؤ بما قد يحدث فيه. طيب أستاذ جمال، يعني ما هي القطاعات الواعدة في البورصة الأوروبية؟ القطاعات الواعدة في البورصة الأوروبية ربما تكون قطاعات في التكنولوجيا وكذلك المواد الكيميائية والأدوية، هي قطاعات واحدة وحققت أرباح بشكل كبير. قطاعات التكنولوجيا ربما تشهد تحسن كبير خلال الربع القادم، لكن أيضا هي تعتمد على ما إذا كانت هناك ضرائب جديدة على الواردات. لكن القطاعات التي لا تميل إلى التصنيع وإلى التصدير وخصوصا قطاعات الترفيه والتكنولوجيا ربما تحقق مكاسب كبيره، اذا انها ربما تكون ناديه من السياسات الاقتصاديه التي قد تنتج عن المرشح الرئاسي القادم. اذا مراسل قناه الاخبار من لندن جمال شاهين كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تتوقع مجموعة سيتي جروب أن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب تضافر مجموعة من العوامل من بينها الرسوم الجمركية والسياسات الملائمة والمشجعة للقطاع والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها لضخ المزيد من الخام في السوق. وقال محللون أن ترامب قد يتراجع عن السياسات البيئية بينما تتبنى هاريس مجموعة من المبادرات والقوانين التي تم إقرارها خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، ويأمل معنيون بالملف المناخي تنفيذها حال فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. ومن المتوقع أن فوز كامالا هاريس سيصب في صالح شركات إنتاج الطاقة الكهربائية ومصنعي المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى قدرتها على تجنب الحرب التجارية مع الصين. موقف الحزب الديمقراطي الداعم للطاقة النظيفة له تأثير إيجابي على الشركات التي تعمل في هذا المجال، بينما دونالد ترامب يميل للمورد النفطي أكثر، ومن المتوقع أن تستفيد شركات النفط والغاز الطبيعي والطاقة التقليدية من نجاحه نظرا لتعهده بتخفيف القيود على إنتاج النفط في أمريكا. سجلت أسعار النفط هبوطا ملحوظا هذا الأسبوع نظرا لعدة أسباب ضاغطة على السوق. انقسمت آراء المراقبين لأسواق النفط بين الإيجابية والسلبية التي ستتحكم بأدائها وستحددها الأحداث المرتقبة على الساحة الدولية. وبعد بيانات أفادت بتصعيد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واحتمالية انقطاع الإمدادات، قلصت أسعار النفط خسائرها الأسبوع. تفاصيل أكثر عن النفط في أسبوع مع تقرير الزميلة جيهان حبيب. لا زالت الضغوط السياسية والاقتصادية تؤثر على أسعار المعدن الأسود الذي شهدت أسواقه انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة، ما يعزز احتمالية انخفاض في الأسعار ستسود المرحلة المقبلة. حقيقة أسعار النفط طبعا تأثرت خلال الأسبوع الماضي مع نهاية الأسبوع مع الحدث الأكبر هجوم العدو الصهيوني على إيران، كان هجوم محدود بالتالي لم يستهدف المنشآت النفطية.
كان العلاوة الخطر على أسعار النفط من تهديدات على المنشآت النفطية، بالتالي من الممكن أن تكون هناك حرب أقليمية، وهذه الحرب محور مهم منها دائما استهداف منشآت نفطية، بالتالي انخفاض في الإمدادات النفطية، لذلك ارتفعت الأسعار بشدة ما قبل ذلك. جاء الحدث أقل من المتوقع، تجنبوا استهداف المنشآت النفطية، إذن الآن النفط يتداول بضغط العامل الاقتصادي خلال الفترة القادمة. أعتقد أن يجب أن يعني نتحضر إلى أن أسعار النفط سوف تكون أقل من $70 حتى على المدى المتوسط إلى $60، وقد يكون أكثر إذا ما جاءت أخبار أيضا من الصين أكثر سلبية مما نراه الآن. في حين يرى بعض المحللين احتمال أن تشهد الأسواق أداء إيجابيا في الفترة المقبلة نظراً لعدة أسباب قد تدفع بالأسعار إلى بعض الارتفاعات. التراجع جاء يعني لأنه الوضع الجيوسياسي أو التوسع الحرب خفت المخاطر حيال هذا العامل، لكن الحرب على فلسطين ولبنان لا تزال قائمة. لا نعلم في الفترات القادمة ما هي التطورات، فهذا قد يحد من تراجع أسعار النفط في الفترة القادمة. ايضا هناك خفض لاسعار الفائده في الاسبوع القادم، هناك اجتماع للفيدرالي متوقع ان يخفض اسعار الفائده، واي تخفيض لاسعار الفائده يعني هو يعني يؤدي الى تنشيط الاقتصاد. ايضا هناك يعني انباء عن عزم الولايات المتحده تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي بعمليات شراء للنفط، وهذا يعني لم يعطي اي اثر في الوقت الراهن، لكن قد يؤدي في الفترة القادمة إلى عمليات يعني دعم لأسعار النفط. بالطبع تبقى أسعار المعدن الأسود مرهونة بالتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية التي قد تدعمها صعودا أو تؤثر عليها بالهبوط. جيهان حبيب لبرنامج للأرقام لغة. الآن مع أسواق الطاقة، حيث خام غرب تكساس الوسيط افتتح تداولاته الأسبوعية في نطاق $67 ليسجل أعلى سعر عند $71.40 للبرميل بنسبة تغيير عند مستوى 3.4%، وأنهى التداولات عند الإغلاق بواقع $69.4 للبرميل بزيادة بلغت 0.3%، بينما خام برنت افتتح تداولاته على $72.7 للبرميل مسجلا أعلى سعر عند نحو $75، بينما كانت أقل قيمة عند $70 بنسبة تغيير أسبوعية عند مستوى 3.5%، مختتما الأسبوع على الارتفاع بواقع $73 للبرميل بارتفاع بلغ 0.14%. وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 3.2% بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 4% في الأسبوع الماضي. في المقابل أنهى خام برنت الأسبوع مسجلا خسائر بنسبة وصلت إلى 3.8% بعد أن سجل أقصى هبوط عند مستوى 6% في الاثنين الماضي بسبب الصراع القائم بين إيران وإسرائيل. ومن جانب آخر سجلت أسعار النفط مكاسبها مدعومة من توقعات تأجيل أوبك بلس لزيادة الإنتاج في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر في ظل مخاوف بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات، بالإضافة لبيانات الاقتصاد الأمريكي التي أظهرت إضافة وظائف دون المتوقع خلال الشهر الماضي. بنسبة 4.3% سجلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضها بعد الصراع القائم في الشرق الأوسط. تفاصيل عن الغاز في التقرير التالي. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بعد أن تجنبت الهجمات الإسرائيلية استهداف البنية النفطية التحتية في إيران، مما يدل على أن مخاطر الإمداد المرتبطة بالصراع بمنطقة الشرق الأوسط ما زالت محدودة حتى الآن. وتراجعت العقود المستقبلية القياسية بنسبة 4.3% بعد أن سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس خلال الجمعة الماضية. وعلى الرغم من أن مخزونات الوقود في أوروبا مضمونة بأكثر من 95%، إلا أن سوق الغاز ما يزال في حالة تأهب للاحتمال الأكثر مخافة، وهو انقطاع الإمدادات
ونظرا للاعتماد على الاستيراد من مختلف أنحاء العالم، شهدت الأسعار تقلبات في الأسابيع الأخيرة مع ترقب المتداولين الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة لانقطاعات في الإمدادات غير متوقعة من النرويج وأمريكا، مما أدى إلى زيادة المخاطر. ولا توجد طريقة واحدة لتسعير الغاز الطبيعي، ولا يوجد سوق واحدة للتجارة في الغاز، بل توجد عدة طرق وعدة أسواق بحسب الموقع والبلد. وفي أوروبا غالباً ما كانت الأسعار تقع بين أسعار الغاز المسال العالمية والأسعار الأمريكية، كما أن ارتباط التسعير بأسعار النفط العالمية كما هو الحال في أسعار الغاز المسال أكثر عقلانية، لأن أسعار النفط العالمية موحدة وتعكس قيمة موارد الطاقة في كل زمان ومكان. وكانت التوقعات تشير بأن يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال إلى سوق يتميز بفائض في المعروض مع حلول منتصف العام المقبل، ما قد يخفف من الضغوط التي عانتها المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا. لكن تغيراً طرأ على الأوضاع وغير من خطة رسم هذه التوقعات، فبعد سلسلة من التأخيرات في مشاريع الغاز وارتفاع غير متوقع في الطلب على الوقود في آسيا، من المنتظر أن يظل سوق الغاز الطبيعي المسال في مواجهة نقص المعروض خلال السنة القادمة وربما حتى منتصف عام 2026. لكن لا يزال هدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بصورة كبيرة قائم خلال السنوات المقبلة، خاصة من أمريكا وقطر، فإن حجم المنشآت المخطط لها يجعل من شبه المستحيل أن يحافظ البائعون على سيطرتهم على السوق مع حلول عام 2027. وفي سوق الذهب تبعا لبيانات التقارير، يتوقع 50% من المحللين أن يؤدي فوز المرشحة كامالا هاريس إلى استقرار السوق أو توجهها نحو التحسن. ويذكر جولدمان ساكس أن أي استقرار في السياسة الاقتصادية قد يشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالذهب كتحوط ضد تقلبات السوق. كما أشار تقرير من بلومبرغ أن 45% من المحللين يتوقعون ارتفاع أسعار السلع نتيجة لسياسات التحفيز، مما سيعزز الطلبة على الذهب كملاذ آمن خلال فترات التضخم. كذلك يتوقع 57% من المحللين ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لسياسات ترامب الاقتصادية، بينما تخفيضات الضرائب قد تجعل الذهب ملاذا آمنا خلال الفترات الضبابية، كما أن التوترات التجارية المتزايدة بإدارة ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب كوسيلة للتحوط، ما سيزيد الطلب عليه. بعد خسائر حادة أغلقت أسعار الذهب على استقرار عند مستوى 2739 دولارا للأوقية، ليشهد هذا الأسبوع حركة ارتفاع إضافية سجلها في تداولاته اليومية. وعلى الرغم من بعض الانخفاضات أحيانا في مسار المعدن الأصفر، إلا أن أسباب عديدة وراء الارتفاعات التاريخية أبرزها الانتخابات الأمريكية والنتائج المرتقبة. تفاصيل الملاذ الآمن في سياق مع زميلة جيهان حبيب. وصلت أسعار الذهب الارتفاع هذا الأسبوع محطمة عتبة 2780 دولارا للأونصة الذهبية، ومسجلة أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ المعدن الأصفر. لكن تخللها بعض التصحيحات السعرية مع بعض الانخفاضات أحيانا، تعاقبا مع الأحداث في الأسبوع الحالي. أمانة شهد سوق الذهب ارتفاع جديد في الأونصة الذهبية، وهذا ما نوهنا عليه سابقا وفي يعني أمانة اللقاءات السابقة، أن الذهب راح يحطم أسعار جديدة، في فرص سعرية ترجع أو يرجع لها الذهب. إيه نعم، ولكن الرسم البياني للذهب أصبح واقع بارتفاع أو ارتفاع كلي قادم. كما توقعنا الفترة اللي طافت صعود، وكل ما يالى صعود، ويوم عن يوم قاعد يصعد، وأسبوع عن أسبوع صعود، كله صعود الذهب. يعني ما أعطانا فتشة استراحة محارب، ما في استراحة محارب، دائما بالصعود. التجار في حالة ترقب لما سينتج عن الانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل وما سيتبعها من قرارات يواصل معها المعدن الأصفر الارتفاع أو يبدأ بالهبوط التدريجي.
هذه الأسباب الحين تحركات الأسبوعية هذه وراح تصير يمكن أكثر بسبب قرب الانتخابات الأمريكية اللي العالم كله تقريبا ناطرها. ما بعد انتخابات يحدده من هو يصبح رئيس في الولايات المتحدة. إذا بسكوها الجمهوريين ممكن يعني في إحنا نتوقع أن تنحل حل المشاكل العالمية ويصير نزول لأسعار الذهب، بس مو نزول قوي، احتمال إحنا نتوقع من 200 إلى 300 دولار بالأونصة خلال 3 شهور إلى 4 شهور بعد استلام الجمهوريين. إذا العكس احتمال الذهب ل 30,000 الأونصة. الظروف السياسية اللي قاعد تمر فيها المنطقة نعم هي أحد الأسباب الرئيسية في يعني انطلاق أسعار الذهب إلى هذا الحد. إضافة على ذلك أن القيم أو قيمة الفعلية للذهب مقابل العملات الورقية أصبح جدا مهم، يعني العملات الورقية أو العملات الدولية أصبحت الآن في مرمى الخطر، فجميع تقريبا دول العالم قاعد تتوجه إلى شراءات الذهب. وفق المراقبين هناك وضع غير اعتيادي تشهده بورصة الذهب، والأيام القليلة المقبلة سترسم حركة الأسعار للأشهر المقبلة. جيهان حبيب لبرنامج للأرقام لغة. خفض سعر الذهب بنسبة 20% مستقرا عند مستوى 2736 دولارا للأونصة وفي غضون أسبوع، وسجل أعلى سعر عند مستوى 2790 دولارا، بينما افتتح عند مستوى 2733 دولارا للأونصة لتبلغ نسبة التغيير الأسبوعية 14%. وعلى الصعيد التاريخي يتجه الذهب لتسجيل أكبر مكاسب سنوية مسجلا ارتفاعا بنسبة 33% خلال العام الجاري. جاء هذا الانخفاض نتيجة ضغط من ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وتعافيها بعد هبوط سابق، مما يعكس انخفاض التوقعات بتخفيضات قوية لأسعار الفائدة، إذ أن المعدلات المرتفعة تؤثر بصورة سلبية على الذهب، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب في هذه الحالة، بالإضافة لتقرير الوظائف الذي أظهر ضعفه في أكبر اقتصاد بالعالم. لكن خلال الفترة الزمنية المقاسة على أساس سنوي لا يزال الذهب مرتفعا بنحو الثلث، مدعوما بشراء البنوك المركزية وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الأسبوع المقبل التي أسهمت في زيادة جاذبيته. منذ أن بدأت دول العالم بالتحول للطاقة النظيفة، أثبت معدن الليثيوم دوره في الصناعات الدقيقة بعيدا عن الوقود الأحفوري. تفاصيل هذا التقرير. النفط الجديد، هكذا وصف الخبراء الاقتصاديون معدن الليثيوم، والذي يعتبر عنصرا محوريا في صناعات السيارات الكهربائية ومختلف الصناعات الدقيقة المستقبلية. ومنذ أن بدأت دول العالم برحلة الانتقال إلى الطاقة النظيفة بعيدا عن الوقود الأحفوري، حتى تضاعف الطلب على هذا المعدن المهم في الصناعات المستقبلية كصناعة السيارات الكهربائية والهواتف الذكية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الليثيوم بنسبة هائلة بلغت 550% في عام واحد فقط في عام 2022. ويتميز معدن الليثيوم عن غيره من المعادن النفيسة باختزانه للطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة. وفي السياق ذاته برزت أهمية الليثيوم الاقتصادية باستثمارات مليارية، وعلى رأس قائمة المستثمرين الصين التي استثمرت بمناجم الليثيوم في أمريكا الجنوبية بقرابة 5 مليارات دولار، وب10 مليارات في أفغانستان، وقرابة 3 مليارات في زيمبابوي. ولم تضخ الصين التي تتحكم ب80% من سلسلة التوريد العالمية للمعدن النادر هذه الاستثمارات المليارية، إلا أنها تدرك استحالة التحول إلى الطاقة النظيفة التي يمكن تحقيقها دون معدن الليثيوم، وتسعى الصين إلى تعزيز سيطرتها على السوق العالمية، ما يسهم في تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية والتكنولوجيا. ومع اقتراب عام 2030 ستظل بطاريات الليثيوم في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومن المتوقع أن يؤدي الطلب السريع بصناعة السيارات الكهربائية إلى زيادة تقارب 5 أضعاف في الطلب على الليثيوم بحلول عام 2030.
الدولار كما الكثير من المؤشرات والسلع يعتمد مساره على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تشير التوقعات الصادرة من بنك ويلز فارغو إلى أن الدولار قد يتعرض لضغوط في حال نجحت المرشحة كامالا هاريس بسبب ضبابية صنع السياسات الأمريكية، وفي حال وصول الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض من المحتمل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وهذا يعتبر سيناريو من شأنه إضعاف قيمة الدولار. لكن تداعيات فوز الحزب لا يعتبر مثيرا للجدل، فقوة الدولار تماسكت خلال سنوات الرئيس جو بايدن، وذلك لحزمة التحفيز المالي الذي قام بدعمه. بالمقابل، نجاح دونالد ترامب يعني الدعم للدولار وفقا للمحللين الاستراتيجيين في وول ستريت، هذا استنادا على اقتراح فرض الرسوم الجمركية التي ضمنها ترامب في خطته الاقتصادية. من جانب آخر، غير ترامب موقفه تماما من العملات والأصول الرقمية، وبالتالي نجاحه يعتبر عاملا إيجابيا بعد دعمه للعملات المشفرة، وسيزيد ذلك الطلب على البيتكوين والإثيريوم وغيرها من العملات المشفرة. وقد تشهد الأسواق أيضا دعما إضافيا من السياسات التجارية، ومن الممكن أن تكون هناك تسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب بالنسبة للعملات المشفرة. تفاصيل عن أسعار الدولار في آخر إغلاق في سياق التقرير التالي. بالوقت الذي سجل فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفاعاً إلى نحو 104 نقاط، سجلت العملة الأمريكية تراجعاً بعد بيانات جديدة تشير إلى تباطؤ شديد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، وسط الاضطرابات الناتجة عن الأعاصير ومصانع طيران، وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4%. مع ذلك، سجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 3.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022، وتشير التوقعات بأنه سيظل في مستويات مرتفعة في الوقت الحالي. وانخفض اليورو مقابل الدولار بعشر بالمئة ليصل إلى أكثر من دولار واحد، بعد أن سجل تراجعاً بنحو 0.2% في وقت سابق من الجلسة الأخيرة. كما يتجه الدولار نحو إنهاء سلسلة خسائره مقابل الين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليبلغ 152 يناً يابانياً. من جهة أخرى، تباينت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الحكومي، وانخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى أكثر من 4%، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام إلى 4.3%، بينما زاد العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.5%. هذا ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يرجح أن يشهد خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. نبدأ مع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل الإغلاق الأسبوعي عند 1.083 دولار منخفضا بنسبة 14%. استمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار قوته مما دعم الدولار. هناك توقعات بأن يقوم البنك الفيدرالي بتعديلات على أسعار الفائدة إذا استقرت عند معدلات التضخم، كما أن المخاوف حول نمو اقتصاد منطقة اليورو خصوصا مع مواجهة ألمانيا لاحتمالية التباطؤ الاقتصادي، مما أثر على اليورو بشكل سلبي. ثانيا، مع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، سجل الإغلاق الأسبوعي عند دولار وسنتين مرتفعا بشكل طفيف بنسبة 0.11%، ودعم طفيف للجنيه الاسترليني جاء نتيجة استقرار بيانات التوظيف في بريطانيا في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، كانت قوة الجنيه محدودة بسبب عدم وضوح اتجاه سياسة بنك إنجلترا اتجاه الفائدة، كما تأثر الدولار الأمريكي أيضا بمؤشرات مختلطة للتضخم وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا. وأخيرا، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني،
سجل الإغلاق الأسبوعي عند 152 ين مرتفعا بنسبة 0.5%، واستمر الين الياباني في الضعف أمام الدولار نتيجة تباين السياسات النقدية بين البنك الفيدرالي وبنك اليابان، حيث يميل بنك اليابان إلى سياسة ميسرة أكثر. المخاوف العالمية دفعت بعض المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الدولار، مما زاد من قوة الدولار مقارنة بالين. لا يخلو القطاع الاقتصادي من العلاقات المترابطة، أما بشكلها العكسي أو الطردي، كما أن لكل قطاع عاملا يتربع على أعلى الهرم. وبعد بريكس، هل فعلا سينتهي الاعتماد على الدولار؟ في التقرير التالي إليكم أسباب بقاء الدولار الأمريكي كملاذ آمن. يتميز الدولار الأمريكي بكونه العملة الاحتياطية المهيمنة على العالم، إلا أن هناك تأثيرات تلقي بضوئها على اتجاهات تداوله، كما أن ارتفاعه يؤثر على التضخم المستورد من الخارج، ويشكل كلفة عالية على الدول المستوردة للنفط. وتتمثل الأسباب صعوده في تغييرات السياسة النقدية الخاصة بالبنوك المركزية بسبب تغيير أسعار الصرف وارتفاع أسعار الذهب قد تتزامن مع ارتفاعه. وأكثر من 60% من الاحتياطات العالمية بالدولار، رغم وجود سياسات تدعم تخفيف الاعتماد عليه كعملة رئيسية، لكن هناك عدة عوامل رئيسية تؤدي إلى إضعاف الدولار الأمريكي، مثل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية والجيواقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى موقف السياسة الخارجية لواشنطن في فرض العقوبات والحروب التجارية، مما يدفع الدول للبحث عن بدائل عنه. كما أن صعود العملات الرقمية يقلل من الطلب على الدولار، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية في الولايات الأمريكية المتحدة يضعف من الثقة به كعملة. من جانب آخر، أكثر مسألة تثير التوتر في أسواق العملات حالياً هي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. فتراجع الين الياباني منذ بداية عام 2022 أفقد ثلث قيمته خلال هذه الفترة، مما دفع تداول الدولار عند مستويات عالية لم يسجلها منذ منتصف الثمانينيات، وما يدلل على قوة الدولار واستبعاد سيناريو عدم الاعتماد عليه كلياً، فهو أن هذه العملة ستظل قوية على المدى الطويل، فلا يزال 58% من احتياط العملات العالمية بالدولار، علاوة على أن أسواق السندات الأمريكية هي الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 27 تريليون دولار، وهذا ما يبرر هيمنته على النظام المالي والاقتصاد العالمي. فتشير البيانات إلى أن 48% من معاملات النقد الدولي بالدولار، والسوق الأمريكية تشكل 45% من الأسواق المالية، يجسد خلالها الدولار العمود الأساسي للاقتصادات كافة، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة بالاقتصاد الأمريكي، كما أن السلع الاستراتيجية مثل الدواء والذهب والنفط وغيرها يتم تسعيرها بالدولار عالمياً. وخلال العام الجاري سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 4%، بينما يمثل هذا الارتفاع نمواً طفيفاً، مما يشير إلى تسجيل مستويات أقل من 7% من المستويات القياسية التي قد بلغها في سبتمبر لعام 2022. لكن تلك البيانات والمعطيات تفتح مجالاً لمواصلة ارتفاع الدولار بالتزامن مع خفض الفائدة الأمريكية. في ظل الاعتماد التجاري المتبادل في المجتمع الدولي، يتأهب الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة تتضح خلالها مدى ملائمة التوقعات لما تملكه من تأثير سيسهم في المزيد من الإضافات على المسار الاقتصادي العالمي، وما ستجنيه أهم الملفات خلال المرحلة المقبلة. سيتضح كل ذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.